السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نستبشر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ازيكم كلكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة يا جماعة ده اختبار عملي فعلا حقيقي في مدينة لوفل في ولاية كنتاكي. ده فعلا لو امتحنت هنا هو ده الاختبار بالظبط اللي هتعمله ان شاء الله. انا هعمل الاختبار دلوقتي، ادعولي انجح. يلا نشوف بالظبط ايه اللي هيحصل. تمام، انا كده هدخل. طبعا انا جاي بعد الساعة 4 زي ما انتم شايفين كده. بتدخل هنا طبعا لازم يكون معاك بيرمت يعني تصريح، وبتدخل هنا اهو. الضابط بيركن بيطلع من الباب اللي هو على اليمين ده، وطبعا بيركب معاك. طبعا تتأكد ان انت رابط الحزام. وطبعا يا جماعة ما تنسوش بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هتلاقي العربية بقى زي العسلية معاك، حلاوة خالص. تقول الدعاء من هنا تلاقي العربية إيه في البرنس. المهم علامة الستوب ساين تاخد بالك، تيجي هنا وتقوم واقف حتى لو ماشي بالراحة. هيقول لك الإكزامينر أو الضابط المرور، سميها زي ما تسميها، هيقول لك ادخل يمين. هتدخل يمين تمام، هتمشي تمام، وهيقول لك ادخل يمين تاني عشان تعمل الـ parallel parking. تمام، هو في حد طبعا بيختبر دلوقتي قدامنا. تمام، انا هدخل في المكان اللي هو الفرق ما بين الحدادتين. هعمل كده بالظبط. تمام، انا بدخل اهو وبعدين بطلع. انا كده دخلت ما بين الحدتين. تمام، هقوم كده. هو بيشوفك بيقول لك خلاص اخرج. طبعا وانت بترجع الافضل ان انت تعمل كده. تمام، بس يعني مع شغل المرايات الافضل لك ان انت برضو. حتى يا جماعة العربيات الجديدة بيبقى فيها كاميرا اللي هي الباك اب كاميرا، برضو تبص ورا. تمام، بعد ما تطلع هيقول لك وقف هنا. تمام، وبعد كده هيقول لك ادخل يسار او شمال. علامة الستوب ساين ما تنساش، تقف ستوب اول ذا واي عشان الطريق اللي قدامك ده طريق ما بيقفش، انت اللي تقف. بعدين هيقول لك ادخل شمال. ربنا يجعلنا من اهل اليمين، اللهم امين. وبعد كده هيقول لك ادخل يمين. تمام، هتدخل يمين. تمام، دلوقتي هتعمل حاجه اسمها الباك اب يعني تيست، ان انت تبقى ماشي كده وبعدين هيقول لك اقف، وبعدين هيقول لك ارجع ورا بظهرك. ترجع ورا بظهرك تمام، وبعدين مجرد ان انت وانت بترجع ورا، انا بفضل ان انت تعمل الويتنج. يعني انا دلوقتي هرجع ورا، هعمل كده الوضع ده. تمام، خليني برضو اوريه لكم الوضع ده. تمام، وهعمل كده وارجع ورا. طبعا هو بيشوف
وانت بترجع يشوف العربيه بتروح يمين وشمال وكده ولا لا. تمام، انت رجعت هيقول لك خلاص كده تمام، اطلع قدام. تمام، هتطلع قدام تاني، وزي ما انتم شايفين يا جماعه الشارع الصغير اللي جاي ده اللي هنعمل فيه اللي هو 3 point turn. هنطلع كده تمام، وبعدين نقوم جايين راجعين في الشارع. طبعا بتتأكد ان مفيش حد. هو طبعا المكان ده بيبقى جنب الدي ام في، الدي ام في اللي هي زي إدارة المرور كده، وهي ده المكان اللي انت بتطلع منه الرخصة. تمام، فزي ما انت شايف كده المكان اصلا، وفي هنا مطار وكده، فالمكان يعني ما فيهوش عربيات قد كده يعني. طبعا انت بترجع بتطلع قدام سنه، وبعدين بترجع بظهرك وتطلع الناحيه التانيه كده. تمام، طيب في بعض المناطق، بس ده طبعا مش في كنتاكي، في بعض المناطق طبعا انا ماشي على الناحيه المفروض امشي على الناحيه اليمين طبعا، وفي بعض المناطق هوريكم ال 3 بوينت بتتعمل ازاي. خليني بس ارجع تاني. هنعملها في مكان ضيق عشان بس اوريها لكم. ادي 3 بوينت تيرن، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. طبعا على فكرة يا جماعة انا عاملها في شارع يعني يعتبر ضيق جدا، بس دي برضو طريقة عشان تعمل ال 3 point turn. تمام يا جماعة، ما تخافوش خالص، الموضوع اسهل ما يمكن، وبالتوفيق للجميع. وانا بسرعة كده هعمل الموضوع تاني عشان نشوف. طبعا do not enter from here، يعني ما تدخلش من هنا. عايز هتدخل هنا، طبعا المكان ده كله بيبقى عربيات طبعا، بس خلاص كده احنا ليلة الجمعة. الضابط هيخرج من الباب اللي هو ده، هيركب معاك، انت هتكون واقف هنا. تمام، ما تنساش الدعاء بتاع دعاء ركوب السيارة، بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تقف هنا الستوب، هيقول لك ادخل يمين، هتدخل يمين. تمام، وبعدين هيقول لك ادخل يمين تاني عشان تعمل ال parallel parking، يعني اللي هو كأنك بتركن ما بين عربيتين في مصر. تمام، اهو دي ناس جاية برضو تختبر. تمام كده يا جماعة، أنا كده دخلت خلاص. تمام، هيقول لك اطلع الاكزامينر. طبعا الأفضل إن أنت تطلع إيدك كده بالطريقة دي، بعدين هتطلع هتخرج تاني، وبعدين طبعا على طول بتبص في المرايات كلها. هتخرج هيقول لك ادخل شمال، هيوقفك هنا، هتقف هنا. بعد كده طبعا ستوب ساين، انا شايف عربيه جايه من هنا وفي عربيه جايه من هنا، هنتظر العربيتين يا جماعه. تمام، عشان الطريق اللي قدامي هو الطريق الرئيسي وانا الطريق الفرعي. تمام، هيقول لك ادخل يسار او شمال، اللهم اجعلنا من اهل اليمين. هتدخل هتمشي بالراحه طبعا، مش تمشي سريع زي، هيقول لك ادخل يمين.
تمام، هيجي يقول لك اقف هنا وارجع ورا، تمام، هتقول له تمام، تحط ايدك كده وتبص ورا، تمام كده، خلاص قال لك خلاص اطلع تاني قدام، تمام. هيقول لك 3 point turn، هتعدي دي بأي طريقة انت عايزها، تعملها بالطريقة اللي هي فاتت او الطريقة دي. هتبص طبعا مفيش حد جاي، وتعرفه وتحاول تحسسه ان انت بتبص في المرايات، ادي ادي اول طريقة. في طريقة تانية اللي هي النظام اللي انا قلت لكم عليه اهو، طبعا وانت بتعمل الموضوع ده في حاره او شارع ضيق، خد بالك كويس جدا، عشان يعني لازم تبقى متمكن يعني عشان تعمل حاجه زي كده في شارع ضيق يعني، تمام. بعد كده خليني بس ارجع تاني، انا بوريكم اللي هي الحاجه الطريقه التانيه، برجع كده تمام، وبطلع الناحية التانية، خلاص بطلع هنا. الاكزامينر بيقول لي اقف هنا، طبعا ببص يمين وشمال مفيش حد، بيقول لي ادخل شمال، بدخل شمال، وبعدين بيقول لي ادي اشارة، طبعا ما بيقولش ادي اشارة بس بيقول لي ادخل يمين، فانت خد بالك من تشغيل الاشارات اليمين والشمال. وبعد كده بيقول لي هتروح تقف هناك، طبعا انا بدون ما هو يقول لي انا هقف هنا عشان الستوب ساين. وبعد كده هيجي يقول لك ايه، طبعا هتنزله هنا عشان يدخل مكتبه، وبعد كده انت هتروح تركن مثلا يعني، طبعا المفروض ما مشيش كده على العلامات الصفراء، بس طبعا ما فيش عربيات دلوقتي، مثلا هقوم جاي راكن انا هنا، وهو هياخد الورق بتاعي، وطبعا يعني الاوراق وكل حاجه، طبعا باس ان شاء الله، لا قدر الله فيل، فيل يعني يعني قدر الله ما شاء فعل، بس سقطت وهتختبر تاني بعدين، لكن باس ان شاء الله، هتدخل هتركن العربيه هنا، هو هيدخل طبعا، تحضر نفسك للتصوير بتاع الدرايفنج لايسنس، وتدفع تقريبا $20 $20، وبعد كده congratulations congrats to all of you، فبالتوفيق للجميع، ابشروا بالخير واحسنوا الظن بالله، وربنا يوفقكم الى ما فيه الخير والصلاح. If you think I helped you, please like, share, comment. And most of all, subscribe. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. See ya.